بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمناسبة ذكرى يوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة. ضمنها سموه صادق تهانيه وتمنياته لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والرقي، مشيدا سموه بما يجمع البلدين من علاقات أخوية وطيدة، متمنيا لهذه العلاقات المتميزة المزيد من التطور والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.